حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية ومتابعي برنامج قصة دار مو، مساكم الله بالخير. مثل ما عودناكم سوفكم قصة في كل حلقة من حلقات البرنامج من موروث الدارمي. اليوم قصتنا عن المرحوم حميد آل سرهيد وصاحبه. بيوم من الأيام كانوا يمشون بطريق معين، فشافوا لهم جنازة شايلينها بس لم يشيعونها، وجنازة ما وراها نسوان الصيح. وعادة الجنازة لازم تصير وراها نسوان، صيحة الأخيت وصيحة البيت وصيحة الأم. الله يكفيكم شر الأحزان إن شاء الله. فجنازة ما وراها صياحة الصوت، فقال صاحبه لحميد آل سرهيد، قال له شيخنا شوف هاي جنازة وحشة ما وراها صوت، يشيعونها بالزليم. صاحب حميد قال لحميد، قال له الميت ايش مدري بل يمشي جناز. رد علي حميد قال له من هزة التابوت يعرفه معزاز. الميت ايش مدري بل يمشي جناز، الميت ايش مدري بل يمشي جناز، من هزة التابوت يعرفهم اعزاز. احبتي المشاهدين، هذا من موروث الدارمي كما رواه لنا الضيف. اليوم ضيفنا مبدع جدا ومن مدينة مبدعة جدا، من مدينة سومر، الشاعر والمبدع حازم الخالدي. حياك الله ابو علي. حيا الله نباك سيدنا. والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، الله يعزك، شكرا للدعوة. اهلا وسهلا ومرحبا. شكرا لقناتكم الموقرة. الله يحفظك. شكرا الخلف الكواليس فدوى رحلة اللي قاعد يتعبون ويؤدون باكمل وجه. الله يحفظك، شكرا. الله يوفقك، الله يعزك ان شاء الله. الله يسلمك. حازم ابو علي، اريد اسمع منك قصة. خادم سيدنا، القصة واقعية أي. مو من نسج الخيال، وقصة قديمة. زين. واحد من شيابنا يقول من كانت الوادم تمشي تطرش على خيل قبل أي. يقول مشيت لصاحبي، وصاحبي المسافة بينه وبينه يعني يوم أكثر من يوم، يلا أوصل له بعيد بعيد. يقول أنا تناصفت النهار يعني صار الآذان زي. وصار رايح أصلي، خوش أشوف البيت، أمر بي أتوضأ وأصلي وأكمل مشواري زي. يقول شفت البيت متطرف قبل، البيوت بيوت طين له صريفة من هذا القبيل. يقول شفت البيت متطرف، قلت خلنا أمر بي هذا البيت وأصلي يمه وأطلع لطيف كمل مشواري زين. وصلت للبيت، راع البيت طلعت لمرة، أهلا وسهلا. يقول قلت لها راع البيت موجود؟ قالت أنا راعية البيت. والنعم يا حياك الله وأهلا وسهلا بيك، هلا بالضيف. يقول قلت لها والله أنا أريد أصلي زين وعندي طريقة كاملة. قالت كل الهلا بيك، ألف هلا. يقول طبيت التنور مالتها، يقول هيك متكتر وأشوف أنا أشوف التنور. يقول أنا جابت الماي توضيت وكملت ورحت صليت، أباوع للمرة أجيب حطب الذب التنور، كل ما يطفي الشعلة الله. كل ما يطفي ترد الشعلة. يقول أنا على ما كمل الصلاة وخذت لقصط من راحة، صرت استرخص منعتها. خوش. قلت لها اني النوبة توكل وشكرا لحسن الضيافة وجزاك الله خير. يقول هي باوعت ببشي وبكت جرت دمعتها وهي واقفة على التنور. لا حول الله. يقول انا هنا افتهمت انه المرة هاي ما عدها شي تضيف نبي. لا حول الله. فقيرة. هنا لسان حالة يقول الله اكبر، يحاكي المرأة الله اكبر.
قلبك ويت النور نار اعلى من النار، قلبك ويت النور نار اعلى من النار، طفيه نول الضيف زادك وصل حار. الله 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 يسلمك، الله يعزك. الله 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 يسلمك يا مولاي. الله حازم الخالدي، من نعم. هو الذي يكتب الدارمي الصح او بيت الدارمي الصح؟ والله سيدنا، طبعا اليوم الدارمي اني هاي وجهة نظري زين الخاصة بي، اليوم هواي يكتبون صح خوش، وهواي يجيدون الدارمي الصح، ويمكن انكتب الدارمي اليوم بهذا الوقت للي كتابه الصحيحين انكتب احسن حتى من الموروث. نعم انكتب اكثر من قبل، انكتب اكثر من، لان قبل الوادم خوش كتبت، مو خوش كتبت، يعني كتبت صح وكتبت الدارميات لحد الان تجيس القلب، لكن الدارمي كان يخلو من الوزن مرات، او يخلو مفرده متكرره بالدارمي، يعني اكو فد علامات فنيه ما موجوده بال احسنت الجهل بالموضوع، يعني الناس نعم. ما متعمد على الموضوع، بس هليك تعطينا علامات على اللي يكتب دارمي الصح. والله دارمي هواي بالنسبه لا علامات، شنو صفه الدارمي الصح؟ اليوم المشاهد والجمهور يسمع يقول انا اسمع دارمي صدر وعجز، هل هذا هو دارمي او اكو دارمي عن بيت دارمي يختلف؟ لا سيدي، شلون اقدر اميز الدارمي الصح؟ هو من الجيس من تكون قريب للشارع العراقي الواقع اليوم اللي يعيشه الانسان ها الشعبي ها الدارمي الصح، من تجد تشوف الصوره الشعريه بالدارمي، مو حكي تصفيط ها، اكو يصفطون، اكو تصفيط هواي، اكو هواي كم هائل وبصراحه تقدر تقول لهم ليش يصفطون؟ انا جاي استرسل لك بصراحه، اكو التصفيط موجود والدارمي يفتقر للنقد. ليش يفتقر للنقد؟ ماكو نقاد. شنو السبب؟ ماكو نقاد، بحيث اليوم التواصل الاجتماعي موجود وانت مطلع عليه مولاي. التواصل الاجتماعي اليوم كم هائل من الدارميات قاعد تنكتب وتنشر ها؟ زين بها الماموزون وبها القافيتة، يعني نفس القافية متكررة، وبالدارم حتى الدارم اللي يخدش موجود ها؟ والنقد ما موجود. شنو سبب عدم النقد وشنو سبب هاي مرات النقد؟ انه الناس تتجنب النقد من باب التحفظ، راح نوصل لمرحله انه تصير الامور على مصراعيها، ماكو نتيجه الموضوع. مع الاسف هو هذا الموجود حاليا. مشكله. اسمع منك دارميات. خادم خير ما ابتدئ به للامام الحسين عليه السلام. حق الله لك حفاي من نمشي حسين، حق الله لك حفاي من نمشي حسين، ما ندر من الخيل جسمك وصل وين. الله 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 عليك، الله الله يسلمك، الله يسلمك. ما سولف الموخوش والبيها خله، ما سولف الموخوش والبيها خلة، موش الكبير الدون من عند جلة. عفيه الله يسلمك، عفية. الله عزك. شايل خلق تنور فضل على كل دار، شايل خلق تنور فضلي فضل على كل دار، احترج حتى الناس تاكل الخبز حار. الله 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 يسلمك سيدنا. الله من حني اش مالك قال، من حني اش مالك قال، قلت له بمحلها. ليش؟ غير الصريف الصير هج على هلها. الله 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 الله. من حني اش مالك قال، اش مالك قال، قلت له بمحلها. غير الصريف الصير هج على هلها. الله يسلمك، لطيف، الله يسلمك. الوقت فرن الحاد، داس بأثر داس، بس ما درى الشاهول بالفر يرد راس. الله
الله يسلمك. الله 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 الله. مو بالعيون الشوف للقلوب، بالحكمة والرأي. الحكمة والرأي، مو بالعيون الشوف، بالحكمة والرأي. لولا المرز ما شاف دربه ومشى الماي. الله، لازم يراد المباراة أكيد الحسي. أكيد يراد المباراة الحسي. نعم نعم. إيه؟ مو شب علات الصوت دوم الحكي يصير أبد. مو شب علات الصوت دوم الحكي يصير، من شيمة شعلان خرس المجاوير. الله 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 يسلمك. الله الله الله. فعل الرجل ينشاف مو بالضخامة. فعل الرجل ينشاف مو بالضخامة، مو بالضخامة. يندفن من الخوف راس النعامة. الله الله يسلمك سيدنا. الله, الله يعزك. الله يوفقك. حازم الخالدي، من هو سبب تأخير حازم الخالدي؟ حازم الخالدي هسه هاي جاوب دبل ما خلصنا منها. لا لا، هو حازم الخالدي. لا لا، هسه ابو علي. نعم. هسه هاي جاوبنا ليه خلصنا منها، نجي للجواب الثاني الحلو. الجواب الثاني هو حازم الخالدي، والدليل انا اقول لك شلون حازم الخالدي. ايه؟ احنا حتى نوضح غير. ايه نوضح، بس كون شيء اريده مقنع وصريح. والله مقنع ان شاء الله مقنع. ايه؟ وهو الصراحه وما عندي غير. اه انا ما عندي. ايه؟ شيء مضمون. اي ما عندك شيء مضمون؟ لا ما عندي شيء مضمون. والحاجه اللي قلت لي بيها ما انا ما مسولفين مسبقا. ما اعرف اقول اعرفني. لا انت سيد معروف لدى الجميع. الله يحفظك اخلاقك وقيمك. الله يحفظك. حازم الخالدي هواي طبعا هسه لربما حكوها لقبلي. اي لكن اني هذا اللي بقلبي. اي هواي توجهت لدعوات. اي وهواي حضر منتديات، ودخلت منتديات يعني أكثر من منتدى. زين. لكن سبب تأخيره هو ظروفي. أول ظروف. أي. ظروف الدوام. زين. أول ظرف هو ظرف الدوام، بحيث أنا تعرف أنت العسكري ها أمره مو بيده. صحيح. هو عسكري يعني ينزل لهلا بأمر ويصعد بأمر. صحيح. أي ظروف يعني ظروف خاصة مثل يعني المرض اللي قاعد اللي واجهته بسبب الوالدة الله يرحمها. الله يرحم شيعة أمير المؤمنين جميعا. المؤمنين فهو هذا الظروف الخاصة بي اللي خلتنا تأخرت ما تصديت للإعلام. زين هسه راح أسألك سؤال حتى أخذ فاصل الموروث بس كون ما تنحرز الموضوع. خدمتك سيد. تمام. اليوم بطلت تتم الدوام؟ لا موجود. داوم؟ أداوم. تمام. أداوم. يعني ماكو شيء متغير. ماكو شيء متغير. هو ماكو شيء متغير، لكن شنو؟ قلت لك سيد أنا من خلال مرات أكثر المهرجانات الأندع بيها ها تصدف ويا الدوام. بالدوام مالت. زين أنا الدوام الموقف العسكري الله يساعد يريد من عندي أنا متواجد وهذا واجب. لا لا واجب. هذا واجب بطني. أي واجب. ها؟ أي. أنا أعتبره واجب أكثر حتى من عمل الخاص بالبيت. صحيح. زين فقلت لك يعني بعد أنا ما راح. الله يساعدك. الله يسلمك. الله يساعدك. الله يسلمك مولاي. ناخذ فاصل ونرجع وياك حازم. براحتك مولاي. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم للموروث. من موروث الدارمي خطار جان بعوز. شوف إيش مشدة خطار جان بعوز. شوف إيش مشدة من جار جبت الشاي قرضة وتبدة. سكت بصوت الليل قالوا لي مسموع، وهدومي الماجية زفرة من الدموع. شق ببحر شتروف منه اشتدبره. شق ببحر شتروف منه اشتدبره. حيرني خيط الماي ما طب الابره. قبر ام وتعداه من يرضى بيها. قبر ام وتعداه من يرضى بيها. اقبلت واشتميت ريحة ثديها. هذا من موروث الدارمي للمرحوم السيد أحمد آل سيد نجم أبو غنيم.
حياكم الله اعزائي المشاهدين الكرام، من جديد عدنا اليكم مع الشاعر والمبدع حازم الخالدي. حياك الله ابو علي. حيا الله نباك سيدنا العزيز. الله يسلمك. الله يعزك. الله يحفظك حازم الخالدي. اريد اسمع منك بعد دارميات بالخدمه، وعندي اسئله هوايه بالخدمة. انت من المكثرين بكتاب الدارمي، مو صحيح؟ ان شاء الله. يا الله اسمع منك بعد. العمر كون قماش وبكيفك تقص، العمر كون قماش وبكيفك تقص وبكيفك تقص، لمو لبو يطيه كل واحد بنص. الله 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 يسلمك. الله الله. فرصته الجايه تعيش للسما وياه، اويلا فرصته الجايه تعيش للسما وياه، فرصته الجايه تعيش للسما وياه، من يمرج الهزاد والرفعه والجاه. اي والله صدق. اي والله صدق. عوداني هم وفيت يمه وكنت بار، الله عودان هم وفيت يمه وكنت بار، لو صدق هسا اكون ميت والتجار. الله الله. راح العقل والراي كله بجفاه، الله راح العقل والراي كله بجفاها، وصار الندائر حول نلطم وراها. الله 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 يسلمك. أويلا. بعيون لسا أشوف والمدمع يفيض، أويلا بعيون لسا أشوف والمدمع يفيض، أقنع لمن بجفاك يمه غدا بيض. الله أكبر. الله 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 يرحمه. بالقرآن بر والديك يقول أقرأ وعفتها، بر والديك يقول أقرأ وعفتها، أم بمرضها تلوح جاعة ونتها. الله الله عليك. الله أكبر. الله الله. ما يتبيع الناس من دمع سويه، ما يلتبيع الناس من دمع سويه، القبر محطوي يزود واللي يطلب الطين. الله 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 عليك سيد. الله يسلمك. الله 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 يوفقك. الله الله. حازم الخالدي الله يرحم امك. الله يرحم امواتك سيدنا. الله يكون الله يرحم جميع المؤمنين. والله يسكنها في سيح جناته. الله يعزك يا سيد. حقيقة ما أعرف شو أسألك، ما أعرف. الله والله. أريد أطلع من هذا الجو، أريد أطلعك من هذا الجو. حازم الخالدي، نرجع لسومر ونرجع لكتاب الدارمي. خدمتك. الله يحفظك. الله يسلمك. هل تعتبر سومر منفردة بكتاب الدارمي ولها لون خاص؟ كسومر عن الديوانية؟ لا. سومر بيها مبدعين كمدينة، احكي كمدينة عامة. كمدينة عامة لا تنفرد عن الديوانية. لا لا لا. بجمال لو هي يعني نفس المستوى. لا 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 نفس المستوى. اها نعم نفس المستوى. بيها بيقول اكو اكو شعراء اقوى، اكو ايه يعني اكو اكو هيك. والله هسه انا خاف من احكي، يقولون انت مناطقي، تحكي مناطقيا. لا سابع على التحرر برايك. لكن ابو احمد استاذ سعد الجنابي خلى بصمه بالدارمي اكيد زين، رقم صعب بالدارمي. واكو ابيات الا ما يكتبها سعد الجنابي، ما يكتبها شخص. تحياتنا لابو احمد. اي حقيقه
كلش يستاهل ابو احمد، يستاهل رقم مهم من الارقام العراقيه يعني فعلا فعلا ايه اسم لامع، اسم عراقي لامع، اي مو ينحسب على سومر وعلى الديوانيه، اسم عراقي لامع ايه يعني يقتدون بكتاب الدارمة كلهم. اي ابو احمد يعني اسم لامع ويقتدون بكتاب الدارمي الحقيقه. الله، تحياتنا للشاعر والمبدع سعد الجنابي. اسمع منك دارميات. خادم خادم. ما دنقت للعوز عافيه، ما دنقت للعوز لا مط لزمه، الله بعنا دقمت الراح والراد عزمه، الله 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 يسلمك. ما دنقت والضيم فوقش كثر طاح، الله ما دنقت والضيم فوقش كثر طاح، الحاصلش ما زاد فلاح يرتاح، الله 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 الله. اي يقضى الليم تسنين يوسف هذن، يقضى يقضى الليم تسنين يوسف هذن، أم حلت والدينار خشم أعلى مني، أويلا الله يسلمك أويلا. وزاد اليمن على الضيف، أي زاد اليمن على الضيف حنظل بالحلوق، أي والله زاد اليمن على الضيف حنظل بالحلوق، ينذم لون باليوم يذبح عشر نوق، الله 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 يسلمك الله الله. محن الظهر بس موش معناها كبران، ها محن الظهر بس موش معناها كبران، من مشدنك خاف يندهن ديان، ويلاه ويلاه الله 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 يسلمك الله الله الله. بيع الصديج ودوم سالفته بالهاك، بيع الصديج ودوم سالفته بالهاك، هالمرة عنده هموم قالطن وياك، الله 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 عليك الله. مو كل بشر زنقين بيتلقى ناموس، صدق مو كل بشر زنقين بيت القناموس، هم تلف بت اللي يلوم شكبنا فلوس. جل الله سامع صديق عيد هذا البيت. مو كل بشر زنقين بيت القناموس، اي والله صدق، هم تلف بت اللي يلوم شكبنا فلوس. الله الله. والجار الجار ذا ما بيه فزع وقت ضيج، جورة قبر موجود بس بالطوابيج، الله 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 عليك الله يسلمك الله. حازم الخالدي، خلنا أسألك سؤال، يعني شيء يجوز يعرفونه وما يعرفونه الجمهور، شو تقول؟ حازم الخالدي يعني سابقا كنت ريز اخونا او معمم او ايش قالوا لي؟ والله يا سلام، منين جبته؟ شلون طلعته؟ ومنين لا هذا الحكي؟ لا موجود هذا الشيء؟ والله ما موجود يا سيد. انت يا اللي قال لك، يا اللي قال لك، قالوا لي قالوا لي ناس قريبين، والله يا سيد انا بالنسبه قريبين من شبابك، والله ما موجود هذا الحكي نهائيا. خلاص بعد اتشرف بالعمامه. اي لا يعني كنت يعني لابس غتره وريز اخونه وشي. لا والله سيد ليش تركت هالموضوع؟ سيد انا مرات صرت الحمد اطفر بين سطر وسطر ما حافظه. لا تبعد السالفه عنك. لا والله ما وين وين العمامه؟ يعني انا قالوا لي قالوا اقل شأن قالوا قالوا انه خيرت بين الاسم هذا هاي هذا الجانب وبين الشعر، قلت انا راح اكتب غزل واكتب تفاصيل ف اترك هذا الجانب. لا لا اني واعوذ بالله من كلمه ثاني، بالنسبه لي مو خيرت، اي وانما انا حاليا شاعر قصيده منبريه، زين اكتب منبري، زين اكتب حسيني، اي ها ودرست فتره من الزمن، اي
بالحوزه بس ايه. بالحوزه اللي بمناطقنا هناك. لا انت يعني انت اخذ لك فتره معممه او لا لا درست مو درست لكن ما ما بطلت. ماكو صار ضرب دخان، ماكو دخان بدون نار. هسه انت قلت ماكو هسه لا لا مو بعد ما لبست عمامه. انت قلت ايه. لبست عمامه انا ما لبست عمام يعني قالوا حتى ما لبست الغتره شلع. لا قال الغتره لابسه الغتره هسه الستايل اطلبه لكن العمامه ما لبستها واقتدي بالعمامه والله يحفظ جميع رجال الدين ان شاء الله ويسدد خطاهم. لكن العمامه ما لبستها ولا الغتره لبستها. فتره قليله درست عند شيوخنا هناك يعني الشيخ حامد القرغولي. صوتك حلو والله يا سيد. صوتي بالخشونية وبالرعب يطير القافة الله وكيلك. لا حلو ولا هاي وذا أقرأ الفاتحة ما يظل ولا حتى المعازيب تمشي. لا حول الله الله وكيلك. لا حول الله يعني ما قريت؟ لا بالله ما قريت. وين قريت سيد؟ أنا مرات بيني وبين نفسي أكره نفسي. لا لا أنت نفسك حابشني. ما صوته مو يمي مو يم القضية نهائية. صوتك حلو وبالأشياء الجميلة وبالبستة وبال هاي شنو زين وبالنعي وبالغيره وبالحديد. لا والله ما لا قاري ولا ناعي ولا حتى موصل حتى معصول ما موصل. يا زاب عذن عنك بس نرجع أسمع منك دارميات. أسمع منك غزل. ما تنحمل وتعيل ما تنحمل وتعيل والمشكلة هواك حلو وتهد علي مرار وانا افزع وياك. الله 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 عليك. الله يسلمك. الله الله بس انت لك مرخوص تدبج علي حيل حيل. بس انت لك مرخوص تدبج علي حيل وش تلقى غير الطيب من يندق الهيل. الله 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 حيد ايه؟ ورزن والراي تدبيره مني. عافيه. حيد ورزن والراي تدبيره مني تدبيره مني بس كلهن ما لقاك راح انهذني. الله الله يسلمك. الله 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 عليك سلم. كتبت لشخص تتمنى يكون قريب منك؟ اي كتبت كتبت يعني رسالة إليه؟ إليه رسالة. هو ردت على حب الله والوطن اي مشي الهلج وديت بس فشلونة أحق. مشي الهلج وديت بس فشلونا هذا اللي يجي من الباب يستحقرونه. الله 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 عليك. مشي الهلج وديت بس فشلونا هذا اللي يجي من الباب يستحقرونه. الله الله مشي الهلج وديت والمشي جاويد والنعم. مشي الهلج وديت والمشي جاويد يردون اجيب ابليس بس انا ما اريد. الله الله يسلمك. الله يعزك. الله يحفظك. ما صارت وللاسف. زين هسه ام علي سمعتك شلون؟ ام علي هي هسه ام البيت وهي ام الاولاد 180 درجه لا هي قسمة طبعا هاي أي. تمر على كل انسان يحاول تبرر. لا لا مو ابرر. برر ساعدك جينا على التعويل 180 درجه. لا لا انا الحقيقه علاقتي طيبه ويا ام علي وام علي ام ولادي. كتبت لام علي؟ احنا مرات نكتب ونمسح بيناتنا انا وياها الله يحفظك ويحفظك وتحياتنا. الله يعزك. الله يعزك. الله يسلمك. اسمع منك بعد دارمات لان الوقت استاذ المخرج اشرنا ما بقى قليل من الوقت. شالون بالهندام تنجاب العلوم. اي والله. شالون بالهندام تنجاب العلوم ليش الرمح عريان ما يلبس هدوم. الله 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 يسلمك. الله
باليمنى كل يطيك ويقول لك هاي، باليمنى كل يطيك ويقول لك هاي، واليسرى بيها ينوش من وشك الماي. الله 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 الله، الله يسلمك الله يعزك. لو تمشي الله الله يحفظك سيدنا. اي والله صدق، باليمنى كل يطيك، باليمنى كل يطيك ويقول لك هاي، واليسرى بيها ينوش من وشك الماي. بكثر مال المال جد مكت عنه، بكثر مال المال جد مكت عنه، اغرف لو الشك ما يموت الطمنه. الله 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 يسلمك. الله يا حازم، الله يسلمك مولاي. الله شاعر والنعم من عندك، مبدع. الله يحفظك سيدنا، شهادة اعتز بيها. الله شهادة اعتز بيها. اذا دخلت الحداثة بالدارمي يسوي مشكلة بالموضوع؟ برأيي لا. والسبب؟ السبب، السبب سيدنا، كل شعراء وإلهم عصرهم وجيلهم. زين. اليوم وشفتها أنا يعني مجربة بعض المسابقات الشعرية اللي تقام بالقنوات الفضائية، أكو شعراء يقرون الحسجة ها، والجمهور الناس اللي يتعلق شنه المفردة الفلانية، شنه المفردة الفلانية. لطيف، ها حسنت. فالحداثة مطلوبة. أي. يعني كل جيل إلى كتابة وإلى طريقة الشعر مالته، لكن الحسة هي الأصل. تمام، أسمع منك آخر أبيات، إيش تحب تقرأ؟ أحب أقرأ نكران ذات. تفضل. طبعا أقرأ الأستاذ الكبير أبو أحمد سعد الجنابي. تحياتنا لسعد الجنابي أبو أحمد. من كثر ما مطعون ويغث حكيهم، من كثر ما مطعون ويغث حكيهم، ويغث حكيهم، قمت من اشوف اثنين عين على ديهم. الله 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 يسلمك. عادل جميل السعيدي، تحياتنا ايضا. جبت العمر متعوب اركض وتاني، جبت العمر متعوب اركض وتاني، اركض وتاني، وكنت علم الطير طار وجزاني. الله 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 يسلمك. الله. بشير الزياد، تحياتنا لبشير الزياد. تحياتنا لابو نور. صح الهلا وحياك بالملقى كافي. الله. صح الهلا وحياك بالملقى كافي، بالملقى كافي، بس العزيز الزوم تطلع لحافي. اي والله صدق. الشاعر عذاب العتابي، تحياتنا إلى أبو. حامينا مش مطلوب، أي حامينا مش مطلوب، واللي يطلب ندان. حامينا مش مطلوب، واللي يطلب ندان، شاخ القصير وقام يحجي ابن الهدان. الله 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 يسلمك. أحمد حليم، تحياتنا لحمد. تحياتنا لأبو شهاب. اللي يدعى ربه يريد يغفر له الذنوب، اللي يدعى ربه يريد يغفر له الذنوب، صورة شهيدي يشيل بجفوف الغروب. الله 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 عليك سيدنا، الله يسلمك. صادق العطول، الله. ما هم لك شما بيك دق يا زماني. زين. ما هم لك شما بيك دق يا زماني، دق يا زماني، دية فصل ما طيح بالهيناني. الله 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 يسلمك. حسين كريم العوادي، تحياتنا لحسين، تحياتنا ابو علي. حسين كريم المبدع. ذموني ما هميت، ذموني ما هميت، وامشي برهاتي. ايه كلهم طرف بالذيال كفة عباتي. الله 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 الله, الله يسلمك سيدنا، مبدع حسين كريم. تحياتنا يا ابو علي، شاعر حلو، شاعر يخبل جميل، شاب وجميل. الله يحفظك، الله يعزك، الله يسلمك. انا اشكرك واشكر حضورك، الله يسلمك سيدنا، انت الشرف، الله يعزك جدا. انا اشكركم انتم سيدنا، شكرا لك.
سيد حامد الجمراوي، وشكرا للمخرج، وشكرا للمصورين خلف الكواليس، الله يحفظك، وشكرا لهذه الدعوة الكريمة، تستاهل هاي القناة اللي دائما السباقة بهكذا يعني محافل وهكذا برامج داعمة للشباب. الله يحفظك، شكرا من القلب. الله يحفظك، الله يسلمك، شكرا، الله يعزك، وان شاء الله كنا خفيفين الظل عليكم. خفيف الظل جدا، الله يحفظك سيد، مبدع جدا، الله يعزك، وشاعر جدا، شهادة احتز بها. الله يحفظك يا حازم خالد ابو علي، الله يعطيك العافية. الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة دارمي، انتظرونا مع مبدع اخر، الى ذلك الحين في امان الله. Thank you.